نبدأ أول ملفات مدار الغد من دبي. ففي وقت يشهد فيه العالم تصاعداً لنزاعات دولية وإقليمية راح ضحيتها ملايين البشر، نشأت فكرة المجلس العالمي للتسامح والسلام كمنبر عالمي معني بنشر السلام في أوساط الأمم. نبحث دور المجلس في السعي لحل أزمات المنطقة سلمياً مع ضيف مدار الغد أحمد بن محمد الجروان، عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، شغل منصب رئيس البرلمان العربي لفترتين، عضو اللجنة التنفيذية للتحكيم الدولي في الشارقة، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام. معنا السيد أحمد الجروان. أهلا بك سيد أحمد على شاشة الغد. المجلس العالمي للتسامح والسلام، فكرة نبيلة، أهداف نبيلة، سياسات نبيلة، طموح نبيل أن يعم السلام والتسامح بين شعوب الأمم، من أين أتت الفكرة؟ أولاً أنا أشكرك شكراً جزيلاً على هذه الفرصة المهمة جداً للمجلس العالمي للتسامح والسلام أن يطل من خلال قناة الغد المحترمة. في الواقع من خلال أو في خضم هذا الازدحام والإشكاليات التي تعم العالم، كان لزاماً على شرفاء وعلى كثير من محبي التسامح والسلام حول العالم على إنشاء أيقونة وإنشاء مؤسسة تعنى بنشر قيم التسامح والسلام، وتكون هذه المنظومة الدولية تكون يعني بمثابة بوصلة لأن تسلط الأضواء على دعم دعاة التسامح ودعاة المحبة ودعاة التعمير، وأن نقف في وجه دعاة الدمار ودعاة التخريب بصورة عامة. فالمجلس العالمي للتسامح والسلام سيدي الفاضل يضم أكثر من 70 دولة من 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 كل اتجاهات العالم بصورة عامة، وهناك اتفاقيات مع الأمم المتحدة ومع كثير من المؤسسات الدولية والدول والبرلمانات الإقليمية والبرلمانات الوطنية في العالم، هدفها الرئيسي نشر قيم التسامح والسلام ومد الجسور بين كثير من الاتجاهات التي يعني ممكن ان نجني من خلالها ثمار محبة وسلام وبناء مستقبل واعد ان شاء الله. كثيرون يا سيد احمد منذ 2017 منذ انشاء المجلس يقولون ان هذا المجلس مهمته الدفاع عن الحضارات الإنسانية، باختصار هو نشر التسامح والسلام في مقابل نشر الرايات السوداء وإعلاء كلمة السلاح ومن ورائها كلمة الدين الغير الحقيقي. يعني التسامح والسلام هو عكس الإرهاب مثلا. إلى أي مدى تعتقد أن المجلس باستطاعته أن يقوم بهذا الدور؟ نعم، في الواقع أخي محمد المجلس العالمي للتسامح والسلام وجد لأن ينقذ البشرية وينقذ المضللين من خلال لقاءاته ومن خلال ندواته ومن خلال انتشاره على الكرة الأرضية بصورة عامة. نحن متواجدين في كل أنحاء العالم بصورة عامة أن نرسل رسائل المحبة وأن نرسل الرسائل بين الشرق والغرب والشمال والجنوب بأن هناك ناس تحب السلام وهناك ناس تحب العطاء وتحب المستقبل. في وأن يقف هذا المجلس بكل محبينا وبكل الشرفاء في وجه كل من يريد أن يستنزف مقدرات الشعوب وكل من يضلل الناس أو يضلل الشباب بصورة عامة للوصول إلى غايات محدودة في لخدمة مصالح لا ترقى إلى أن تكون مصالح شريفة وتكون مصالح وهذه المصالح مصالح منبوذة من في العالم بصورة عامة. لذلك المجلس العالمي للتسامح والسلام من خلال برلمانه الدولي ومن خلال جمعيته العمومية يعني يتناول القضايا التي يرى المجلس بأن لابد أن يكون متواجد في هذه القضايا لنشر الصورة الحقيقية ولشرح لأبنائنا في المستقبل وأيضا للقيادات والعالم بأسره أن هناك ناس تحب الحياة، ناس تحب السلام، تحب التسامح. فلذلك يعني يقف المجلس العالمي ردا على سؤال أخي محمد في وجه
أولئك الذين يرفعون الرايات السوداء ورايات الكراهية والتضليل والعنف بصورة عامة. هل هناك أجندة ما للمجلس بالنسبة لما تبقى من 2020 أو بالنسبة ل21؟ في الواقع المجلس اللي يعني نحن في المجلس العالي للتسامح والسلام لدينا برنامج سنوي، ولكن كما تعرف سيدي الفاضل من خلال يعني ما طرأ على العالم من جائحة كورونا التي عطلت كثير من المهام، ليس فقط المجلس العالي للتسامح والسلام وبرلماناته، ولكن ايضا المؤسسات الدوليه، كثير من يعني القطاعات الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه وغير ذلك تعطلت بسبب جائحه كورونا. ولكن احنا في يعني حتى على يعني في هذه الظروف نعمل وبجد من خلال الفيديو كونفرنسينج ويعني وسائل التواصل المرئية من خلال زومينج، فنحن نعمل. وأيضا لازلنا يعني نتناول قضايا حساسة، خصوصا كنا نتكلم عن منطقة الشرق الأوسط أو المناطق الأخرى التي يتم يعني التطرق إليها من خلال الجمعية العمومية ومن خلال هيئة مكتب البرلمان الدولي للتسامح والسلام. أدعوك يا سيد أحمد أن تتابع معنا هذه المعلومات، يعني يمكن أن تقوم بتصحيحها لنا مثلا. سنسرد بعض المعلومات سريعا عن المجلس العالمي للتسامح والسلام، والذي انطلق برئاسة ضيفنا، برئاسة السيد أحمد بن محمد الجروان، والهدف كان هو نشر قيم التسامح والسلام. ففي نوفمبر من العام 2017 وخلال احتفال رسمي تم الإعلان عن انطلاقه، واعتمد المجلس في تأسيسه مبادئ الديمقراطية والقوانين الدولية والاتفاقات العالمية كأساس له وكمرجعيات لنظام عمله. المجلس بدأ مسيرته برعاية ومشاركة من الأمم المتحدة ومن صندوق الإسكان ومن حكومة مالطا، على اعتبار أن الإعلان عن انطلاق المجلس كان في مالطا. ويتكون المجلس من 4 أجهزة رئيسية، هي المجلس التأسيسي، هيئة الرئاسة، الجمعية العمومية، وأخيرا البرلمان العالمي للتسامح والسلام. وأعضاء هذا البرلمان أعضاء حاليون في برلمانات دولهم، وينعقد هذا البرلمان مرة كل 3 شهور. المجلس يدعو إلى مكافحة الفقر والظلم والجهل والتمييز، ويدعو إلى بناء سلام عالمي دائم، ويعمل على إحداث تغيير على مستوى تقارب شعوب العالم. كما يدعو المجلس من خلال اجتماعاته ونظامه الأساسي إلى نبذ الإرهاب والتعصب والكراهية والعنصرية والتطهير العرقي والتطرف الطائفي، ويدعو أيضا إلى مشاركة البرلمانات ومراكز الشباب والمثقفين والاقتصاديين والخبراء وعلماء الاجتماع في نشاطاته لتشكيل قوة للتغيير على المسرح العالمي. طيب سيد أحمد، ما هو المقصود هنا بكلمة قوة ناعمة للتغيير على المسرح العالمي؟ قوة ناعمة تقوم بنقل أهداف هذا المجلس إلى العالم. نعم، أنا أشكرك. في الواقع أخي محمد، مبادئ المجلس العالمي للتسامح والسلام ورؤيته التي ارتكزت على قاعدة مهمة جدا وعلى أسس رئيسية جدا، وهي بأننا أينما اتجهنا وأينما كانت هناك لقاءات ودعوة لأي دولة أو أي برلمان أو أي مؤسسة، نجد الترحيب المباشر. لم يتم رفض الانتماء أو عضوية المجلس العالمي للتسامح والسلام من أي دولة. تقريبا نستطيع أن نتكلم عن 98-99% كل التواصل مع مؤسسات المجتمع الدولي بصورة عامة كانت ناجحة جدا، وهذه ارتكزت على القوة الناعمة التي نعمل عليها من خلال التعليم ومن خلال الإعلام ومن خلال الكلمة الطيبة، من خلال ما يدعو إلى الأمل وإلى التكاتف والتعاضد. كثير من يعني البلدان والمناطق التي زرناها وكانت هناك بعض الحوائج التي تحتاج إلى هذه المؤسسات أو الدول، ويبادر المجلس العالمي للتسامح والسلام للتعاطي مع هذه الإشكاليات التي في هذه الأماكن
أن يوصل الرسالة لجميع أعضاء المجلس بأن هناك شركاء في الضفة الأخرى من أو الاتجاه الآخر من العالم. لأصدقائنا في الغرب نقول لهم بأن لديكم أصدقاء وناس تستطيع أن تتعامل وأن تدعم وأن يعني تشرح ثقافاتها لأن تكون هناك آلية تواصل وآلية يعني دمج الأفكار. نعم. المجلس العالمي للتسامح والسلام من خلال قوته الناعمة بنى هذه الجسور ومشى على هذه الجسور كثير من 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 الشرفاء من أكاديميين ومن إعلاميين ومن اقتصاديين وبنينا هذه الحلقة. العالم سيدي الفاضل هناك إشكاليات كثيرة وهناك من يعني ما نشهده الآن من تناحر حتى على مستوى الأمم المتحدة حتى على مستوى المؤسسات الدولية الرئيسية هناك وجهات نظر وهناك ناس تتبنى وجهات نظر وناس تختلف معها. المجلس العالمي للتسامح والسلام وجهته الأساسية ومبادئه الأساسية هي صناعة المحبة صناعة الأمل العمل على تقريب المسافات بين 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 الشعوب وبين ومن خلال بين الشعوب وبين المحبي السلام من خلال الآليات القانونية ومن خلال الأدوات التي يعني شرعتها الأمم المتحدة وآمنت بها كل الدول. لذلك نحن من هذه البوابات نعمل لشراكة عالمية تخدم المجتمع وتخدم المستقبل. سيد الفاضل، بمناسبة ذكرك سيد أحمد للأمم المتحدة، يعني ألا تعتقد أن المجلس العالمي للتسامح والسلام ربما يهدف إلى ما أخفقت فيه الأمم المتحدة الذي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية وهدفها هو الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ولا نرى سلما ولا أمنا؟ أنا في الواقع يعني أشيد بهذه الرؤية. نعم، الأمم المتحدة لديها تحديات كبيرة جدا. نحن في المجلس العالمي للتسامح والسلام لا نفرض أنفسنا كبديل لبعض المؤسسات ولكن كشريك، وأيضا نفرض أنفسنا بأن نحن منظومة محبة للحب، محبة للسلام، محبة للعمل الإيجابي، وليس لدينا أي مصالح ولا لشركائنا في الدول مصالح يعني تعنى بجهة معينة. مصالحنا هي خدمة أهداف المجلس التي تدعو إلى التسامح والسلام. نحن لا نتكلم عن دين ولا نتكلم عن شعب أو لغة، نحن كلنا شركاء على الكرة الأرضية، كلنا شركاء في أن نتنفس هذا الأكسجين. لذلك نعمل لأن يعني نعزز هذا التوجه. لدينا طموح كبير جدا، لدينا آمال كثيرة جدا على أننا ننتقل إلى 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 مستوى أعلى ومرحلة أعلى، ولدينا يعني المبشرات بأن هناك قبول من المؤسسات الدولية ومن التحالفات ومن يعني المناطق التي تضم مجموعة من الدول الاتحاد الافريقي، البرلمان، الاتحاد الاوروبي وغير ذلك، لا اضرب مثل بذلك، جمع الدول العربيه. فنحن لدينا الحمد لله قبول ولدينا شراكات مع 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 المنظومه السياسيه، واسمح لي اخي محمد بان لدينا اكثر من 65 اتفاقيه مع جامعات، وهذا هو الهدف الرئيسي، ان بهذه القوه الناعمه من خلال التدريس ومن خلال تقديم منح وفرص لكل من لديه الاستعداد لأن يعني يدفع بعجلة التسامح والسلام إلى الأمام معنا. للأسف يا سيد أحمد، منطقتنا العربية ليست في أسعد حالاتها للأسف، يعني مثلا لو نظرنا فقط إلى ليبيا سنجد أزمة حقيقية، يعني ربما ستذهب إلى المجهول، ربما حتى لا أحد يتوقع غدها. ما هو تصور المجلس العالمي للتسامح بالنسبة لأزمة الليبية؟ لأن الأمانة العامة دعت قبل أسبوعين في 11 من الشهر الجاري إلى وقف الإطلاق النار هناك. نعم، أنا أشكرك. في الواقع يعني المجلس العالمي للتسامح والسلام تناول هذا الموضوع بجدية عالية جدا وبأكثر من مستوى، على مستوى البرلمانيين وعلى مستوى رؤساء برلمانات وعلى مستوى الجمعية العمومية الذين أصروا جميعا على أن
ندعم الخيار، خيار السلام وخيار يعني انهاء هذا الاشكال او الدمار المحدق بليبيا. في المجلس العالمي للتسامح والسلام نحن نقف على مسافه واحده من جميع الاطراف. نحن بما يخص ليبيا نحب كل ليبيا، ولكن سيدي الفاضل من الضروري ان يعلم الجميع وان نعلم بان ليس من حق اي مجموعه ان تستقدم قوى خارجية مدعومة بإرهابيين أو بمضللين أو بفئات خارجة عن القانون لتستنزف مقدرات الدول ولتستنزف مقدرات ليبيا، وأن تحارب أو تصنع الدمار والحرب بين أبناء الجلدة الواحدة وبين أبناء ليبيا. وخصوصاً نحن لا نتكلم عن ليبيا فقط سيد الفاضل، نحن نتكلم عن منظومة الوطن العربي. نعم. المجموعة العربية، نحن هذا الشأن عربي داخل. يرفض المجلس العالمي للتسامح والسلام تدخل أي فئة وأي مجموعة كانت، لأن ذلك سيد الفاضل قد يفتح الباب على مصراعيه. كل مجموعة ليس لها يعني لديها مشروع خاص تستقدم قوة خارجية وأن يعني تعقد معها اتفاقية، مع العلم بأن كل الاتفاقيات التي أبرمت، إذا كنا نتكلم عن ليبيا مع 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 نتكلم عن تركيا بصورة عامة غير مقبولة، لأن كل الاتفاقيات لابد أن تأخذ مسار، لابد أن تمرر على البرلمان ويتم مناقشتها والاتفاق عليها، لا ترمى الاتفاقيات جزافا لأن يعني تدعم فئة معينة، والفئة هذه ليست لديها كل الشرعية التامة. لو رجعنا إلى 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 منظوم إلى إلى قانونية يعني تسلط هذه المجموعة على 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 مقدرات الشعب أو أن تتكلم باسم شعب، لو رجعنا وتمحصنا كثير في هذه القضية لوجدنا أن هناك اختراق كثير وخلط وقانون غلط. أن تستخدم أي حد وأن تتكلم لا، نحن في الوطن العربي كمواطنين عرب نتكلم، نحن نحب الشعب الليبي كله. نعم. ومؤمنين بأن الشعب الليبي له مكانته في الوطن العربي، ويعني نحن يعني نشيد وأشاد البرلمان الدولي للتسامح والسلام بمبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحل السلمي، وأيضا أشاد بدعم البرلمان المصري أو المجلس النواب المصري لأن يدافع عن مقدرات الأمة وأن يحفظ هذه يحفظ مستقبل ليبيا ومستقبل العالم العربي. نحن لا نستطيع أن نعيش من فترة من الزمن ونحن في صراعات وحروب، يعني لدينا الله سبحانه وتعالى وضع الوطن العربي في ثلاث قارات. نعم. أو على يعني اتجاه ثلاث قارات. صحيح. ولدينا هناك من الأصدقاء وليس لدينا من يعني. نعم تفضل. طيب سيد أحمد، اسمح لي بهذا السؤال الإجرائي، يعني فيما يتعلق بالإجراءات داخل المجلس. عندما نقول إن المجلس ينضم إليه 70 دولة، وعندما تخرج من الأمانة العامة للمجلس بيانات تدعو إلى وقف إطلاق النار في ليبيا وإلى إعلاء كلمة السلام والحوار، هل يعني ذلك إجرائيا أن 70 دولة في العالم ينادون بذلك؟ سيدي الفاضل أنا أشكرك. في الواقع مثل ما أسلفت في قولي، لم نجد أي من أعضاء البرلمان الدولي للتسامح والسلام وجمعيته العمومية من لا يستمزج عمل المجلس ومخرجات المجلس. نحن دعاة محبة ونحن دعاة سلام، وكل شركائنا الذين هم أعضاءنا دعموا هذا التوجه، وهذه لا أريد أن أقول بيانات ولكن رسائل أرسلت إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وأرسلت إلى المجتمع الدولي ولن أعدد فيها، كل شركائنا وكل من يخطر على بال سعادتك أرسلت له رسالة المجلس العالمي للتسامح والسلام، والتي هي رسالة شريحة من 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 العالم، من الشرق والغرب، من الشمال ومن الجنوب. لا نقول هذه رسالة الوطن العربي، للوطن العربي أمانة عامة وجامعة الدول العربية وقيادات تتكلم بالصلاحية التي لديها، ولكن كشرفاء وكناس محبي للسلام لم
نجد من يعلق أو 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 يتحفظ على كل ما صدر من المجلس العالمي للتسامح والسلام، حيث سيدي الفاضل أرسلت هذه البيانات لكل رؤساء البرلمانات ومؤسساتهم الخاصة إذا كانت وزارة خارجية أو رئاسة، فكل الجميع لديه يعني مخرجات والبيانات التي صدرت، ورأي الشعب، رأي المجتمع الدولي الذي المجلس العالمي للتسامح والسلام وبرلمانه وجمعيته يعتبر شريحة من نعم. الوطن، وكلهم ناس مسؤولة سيدي الفاضل. طيب يمكن يا سيد أحمد المجلس ربما تم فكرته في الأساس هي فلسفة حكيمة، فكرة الهدف النبيل الذي نسعى إليه بطرق مستحدثة. فاسمح لي بهذا السؤال، ربما يكون أيضا السؤال فلسفي بعض الشيء، يعني منذ الحضارة البشرية سيد أحمد، منذ قابيل وهابيل، كان من الممكن أن يتم حل الصراع سلميا، إنما كان البديل هو العنف. منذ قابيل وهابيل إلى الآن أمام الشعوب طريقان، إما السلام أم العنف. هل تعتقد، وهنا اسمح لي أقول إن أصلا أنت لك أكثر من مجال توليته، كنت رئيسا للبرلمان العربي، وكذلك كنت عملت في سفارة الإمارات في لندن والولايات المتحدة. لا أدري سيد أحمد هل تسمعني بوضوح؟ طيب سنحاول نحاول أن نعيد الاتصال بك مرة أخرى سيد أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام الذي أنشئ قبل 3 سنوات في عام 2017، والهدف هو نشر ثقافات التسامح بين شعوب الأمم. المجلس كما ذكرنا انضم إليه تقريبا 70 دولة، له إسهامات مفيدة للغاية حتى في منطقتنا. منذ حوالي 2 أسبوع أمانته العامة أصدرت بياناً دعت فيه إلى وقف إطلاق النار مثلاً في ليبيا. الآن تسمعني سيد أحمد؟ الآن أنت تسمعني بوضوح يا سيد أحمد؟ نعم أسمعك سيد الفاضل. طيب عذراً، لن أذيع سراً إذا ما قلت أنك في الأساس عسكري، أنت عقيد مهندس صحيح؟ والآن تتحدث بلغة السلام وأنت تعلم أن السلاح مؤلم للغاية، وهذا الأمر ربما كما ذكرت منذ قابيل وهابيل. على الشعوب الآن أن تختار إما السلام وعكسه للأسف هي الحرب. هل تعتقد أن هناك من يساعد، من يعني يشحذ الهمم لنحو هذا السبيل؟ نعم، في الواقع هذه سنة الحياة سيدي الفاضل، هناك الأبيض وهناك الأسود، هناك المتضادات وهناك النقيض، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. ولكن نحن في المجلس العالمي للتسامح والسلام نعمل ونكرس كل الجهد ونسخر كل الإمكانيات وكل يعني ما يدفع بعجلة التسامح والسلام ويعني إيجاد السلام في العالم. نتواجد في كثير من في الإشكاليات وندعو لذلك ونشرح، خصوصا من خلال آليات معينة، من خلال التعليم. نحن الآن بصدد يعني في المراحل الأخيرة جدا، المراحل الأخيرة جدا من إطلاق برنامج للتسامح والسلام للتدريس في وحصول الماجستير والدكتوراه واتفاقياتنا مع الجامعات. نعم. لنؤكد للجميع بأن خيار المحبة مطلوب وخيار السلام هو الأصح. ستبقى سيدي الفاضل فئات من المستفيدين لنشر الفوضى في العالم، ستبقى هذه العصابات وهذه الإجراميات، ولكن المستقبل واحد. هناك من الدول وهناك من القيادات وهناك من الشرفاء الذين يتطلعون الى ابعد من 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 مستوى النظر، يتطلعون الى الآفاق، يتطلعون الى نشر يعني التقدم والحضارة والسلام حتى الى آفاق خارج الكون. فنحن في المجلس العالمي للتسامح والسلام نستمد قوتنا من هؤلاء الشرفاء، ايضا نستمد سيدي الفاضل اسمح لي يا اخي محمد منكم انتم كاعلاميين الذين ساهموا واشتغلوا معنا على
على يعني على نشر هذه التوعية، ومن خلال لقاءاتنا مع قيادات ورؤساء دول ومسؤولين في سبيل العالم يطرح هذا السؤال: هل المجلس العالمي للتسامح والسلام سيوقف هذه الحروب، او هل المجلس العالمي سيوقف هذه الكراهية في العالم؟ لا نستطيع ان نقول سنوقفه، ولكن جميعا من خلال شراكاتنا العالية وتوسيع دائرة الخيرين في العالم نستطيع محاصرة هذه البؤر التي يعني تنشر الفساد وتنشر الفوضى في العالم. اسمح لي يا أخوي محمد، نحن في الوطن العربي محاصرين بثقافتين مختلفتين عنا كثقافات عربية، ونتصدى لها بكل ما أوتينا من قوة في 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 إطار التعدي علينا، ولكن نحن نحب الجيران ونعمل لبناء جسور جيدة. أنا في مقابلة مع يعني مسؤولين في إيران قلنا لهم لو كانت هناك محبة بيننا وبينكم وما تم استنزافه للدمار، لو أخذنا نصها بس للخير كنا بنينا جسور من ذهب بين ضفتي الخليج العربي، ولكن هناك دول يعني متشربة بالكراهية وبالشر لأنها تتمصلح على مصلحة شعوبها وعلى مصلحة مستقبل أبنائها، في لأنها تنظر بنظرة ضيقة ونظرة طائفية وعنصرية ونظرة إرهابية نستطيع أن نسميه بهذا الاسم. سؤالي الأخير لك سيد أحمد، لم يذكر التاريخ يوما أن دولة الإمارات لها خلاف مع دولة أخرى، يعني لم نسمع في التاريخ أو نقرأ أو نشاهد أن دولة الإمارات دخلت في خلاف، يعني نعلم حتى ربما طول صبرها في جزرها مثلا مع إيران، نعلم ذلك منذ سنوات. هل كون المجلس خرج من دولة الإمارات ذلك مصادفة أم أنه أمر طبيعي؟ في الواقع دولة الإمارات العربية المتحدة لها أب ووالد ومؤسس ترك في كل أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضا ترك في المقيمين معانا في دولة الإمارات العربية المتحدة، ترك فينا المحبة وترك فينا الإيجابية وترك فينا العمل. لذلك من الطبيعي أن ترى، وأنا يعني أشكر كل زملائنا في الوطن العربي والمنظومة الإسلامية والعالمية بصورة عامة، ولكن كدولة الإمارات كمواطن إماراتي أفتخر بأننا نحن من أبناء الإمارات ومن أبناء زايد، ولدينا قيادة علمتنا المحبة وعلمتنا العطاء وعلمتنا أن نكون أن 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 ننظر إلى ما بعد، يعني ننظر إلى البعيد. نعم سيدي الفاضل، مع إيران تحتل جزرنا من 1971، ولكن لازلنا في دولة الإمارات العربية المتحدة بأننا لدينا مطلبين: الحوار المباشر أو الذهاب إلى مجلس الأمن لحل هذا الإشكالية. فالإمارات مبدأها مبدأ المحبة ومبدأ السلام، ومن من من المهم جدا معرفة سيد الفاضل بأن العالم يعيش في دولة الإمارات العربية المتحدة. لدينا أكثر من 200 جنسية يعيشوا معنا بكل حقوقهم وكل إيجابياتهم. لذلك المجلس العالمي للتسامح والسلام وساعدنا ذلك أينما نذهب ونقول نحن من الإمارات، أو عفوا يعني أني أنا من دولة الإمارات العربية المتحدة، نجد القبول المباشر، لأن سمعة دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها وحكومتها الرشيدة والمقيمين فيها شركائنا الذين نعمل معا وعملوا معنا جميعا في ليلا ونهار للنهوض بدولة الإمارات العربية المتحدة ترك الأثر الإيجابي لأبناء الإمارات. والمغفور له بإذن الله الشيخ زايد طيب الله ثراه في هذه الأيام الفضيلة، نسأل الله له يعني جنات الخلد، ترك فينا نعم هذه المحبة للخير بصورة عامة. رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام السيد أحمد الجروان، كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا لحضرتك.